أندرو تيت يتعرض لتسمم من قبل ماتريكس بعد أسابيع من توقع إطلاق النار عليه. بعد إطلاق سراحه من سجن روماني، ادعى أندرو تيت أنه ربما يكون قد تعرض لتسمم، وتم الإفراج عليه إلى جانب شقيقه تريستان وامرأتان رومانيتان، وتم القبض عليهما معهم في 29 من ديسمبر من العام الماضي. وكان الأخوان تيت رهن الاحتجاز بينما تحقق السلطات معهم لاشتباههم في مزاعم اتجار بالبشر وتشكيل جماعة للجريمة المنظمة، إلا أنهم ينفون جميع المزاعم الموجهة إليهم. ويعتبر تيت صاحب 36 عاما قيد الإقامة الجبرية حاليا، وكان من المقرر أن تنتهي صلاحيته يوم السبت، ولكن تم تمديده مؤخرا لمدة 30 يوما أخرى، مما يعني أن الأخوين سيظلان مقيدان حتى 29 من مايو على الأقل. وفي تغريدة يوم الخميس أشار تيت إلى أنه ربما قد يكون قد تعرض لتسمم، قائلا إنه كان لديه رد فعل سلبي، ومع ذلك فقد كان يرفض الأطباء، وبدلا من ذلك ركز على الشاي والتنفس. وسجل تيت أعراضه على النحو التالي: وجه متورم وضغط في الدم وجلود مشتعلة وصعوبة في التنفس، وهو نوع من رد الفعل الشديد أو التسمم. وقال: تناولت القهوة والماء فقط حتى الآن اليوم، لقد ظهر كل شيء في 5 دقائق فقط. وكتب مصحوبا بصورة وفيديو لنفسه، واتبع أندرو تيت ذلك بمقطع فيديو لما بدا وكأنه طفح جلدي أحمر عبر أجزاء من جسده، وغرد أنه لا يعاني من الحساسية اتجاه أي شيء، هذا لم يحدث من قبل، لم يكن لديه سوى الماء والقهوة اليوم. ويرفض أندرو تيت الذهاب إلى الأطباء ويركز على الشاي والتنفس، وقال إن الطبيب سيحقنه بما لا يدري وقد يقتله. طالما أنه يستطيع التنفس فإنه يرفض الرعاية الطبية حتى الآن وهو على ما يرام. السؤال هو: من أين جاء هذا؟ وفي رسالة مهمة جدا يوجهها لكل محبيه يقول: إذا قتلوني فأنا أحبكم جميعا، ما يبين إحساسه الكبير على اقتراب قتله ربما. نتمنى أن يكون المقطع قد نال أعجابكم، وإن أعجبك هذا الفيديو من قناتك لو تعلم لا تنسى الاشتراك في القناة، دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لكي تعم الفائدة، وشكرا لك على المشاهدة.